الذين يسمعونه فيرون ما جاء فيه لأن موعد إتمام النبوءة قد اخترق. كلام الرب كلام جميل جدا. ربنا تطوب وبيجرك وبيسمع. هللويا. وجاء بذاك الجليس مع علي إذا ما جاء ساكت إذا جاء تسمع جاي تسمع لكلمة الله. ربنا دار بختك إذا بيسمع وبختك إذا بيجرك. شوف كتاب ده عظيم كده يعني كتاب حتى زول ما بيجرك إذا هذا فرصة بتاعك فيه لكن تسمع إذا تسمع وزول بيجرك دار بختك كمان إذا بيجرك Amen. أنا ما زول ما في زول تاني وراني اليوم. أنا قام في كنيسة كاستوكي أنا بس بيعرف. أنا ماشي وجاي ما فاهم أي حاجة لكن يوم كده كده كلمة الله أنا لقيت يعني أنا قابلت من ربنا يسوع فيه. أنا لقيت حاجات أنا ما لقيت في الكنيسة. أنا لقيت نقرا وراء وربنا كمان فتح عيني عشان أنا أبدأ من غرف لغرف. هللويا. Amen. من تكوين لي. هللويا. أنا مشيت كل ما أنا أقرا كل ما ننتهي من سفر ربنا بدأ. أنا وربك التشجيع كده ربنا مفتح عيني ونمشي قدام. أنا بدأت أنا أدرب نفسي في كلمة الله. آمين. فأنا إيمان بتاعي في الكلمة. أشكر ربي. أنا نفسي أنا ما أقرأ كلمة أنا ضعيف حتى في الصلاة، أنا ضعيف حتى لما أقدم كلمة تشجيعية كده. فكلمة الله مهم جدا في الحياة بتاعنا. قال بختك. فأنا ربنا قال أي حاجة تانية أجرى فيه. أنت ما ساكت أنت تجي تقعد قدام بتاع ربنا. أنت جايز أن تسمع وتمشي. تشيل كلام بتاع ربنا اللي كنت في الأبد ما بس بتسمع عشان تمشي تركله تشتغل بيه. لما نقلة لمزمور 119 بتكلم من حفظ الوصايا. هللويا. ربنا ما هيجي يقعد فيك. ربنا ما هيجي في جمالك بتاعك ولا في الشهادات بتاعك ولا في القبيل بتاعك ولا في القبيلة بتاعك ولا الدولة بتاعك. ربنا بيسكن في كلمة بتاعك. هللويا. انت ما عندك كلمة الله في حياتك ربنا ما هيكون معك. لكن لما انت تكون انت كلمة انت حافظ كلمة الله كتاب قال في انجيل يوحنا قال الله الاب واله الابن والروح القدس قال حيصنع فيك منزلا. هللويا. امين. بيصنع فيك منزل. انا انت حافظ وصايا بتاعت ربنا. انت بتسكت في وصايا بتاعت ربنا. اي حاجه اللي انت بتعمل. امين. هللويا. اشكرك. لما ذكر بيا بتاع جراسي من جبال قال الليله ده يوم بتاع دخول لاورشليم. يوم ربنا يسوع المسيح راح لاورشليم. يوم الناس قطعوا زحف النخيل عشان يخشوا لاورشليم. لكن عندنا اليوم احنا بنقدم يسوع سنه. احنا بنقدم قلوب بتاعنا. لما انت تقدم قلب بتاعك واسكان هذا بيجي فوقه. لما تقدم قلب بتاعك ما فيه يسوع نفسه ما فيه كلمه بتاعه هو هيجي وما هيجي. لانه هيسكن في الكلمه بتاعه. عشان كده كتاب ربنا قال خلي كلمه الله يسكن فيكم بسلوب بلغينا. أمين. لما أنت تقوم أنيام بكلمة الله هو نفسه هيكون فيه لأن الكلمة بتاعه. أشكر ربي. هو نفسه خلاص بقيت تبدأ بقى المنزل بتاعه حافظ كلمة بتاعه أنت بتحرك به. أمين. لو كلمة الله بيقول ده شو نتغير لتلك الصورة عينيها صورة منو صورة المسيح. أمين. لازم يسوع المسيح تطبع في حياتك. الحياة بتحدد يشبع سيدك. هللويا. أنت بتشبع سيدك عشان كده أنت بتكون ملح. أمين. لا أنت تسلك لسيدك. كما يسوع كان يمشي قال كان بالطول في اورشليم وسلوك يسنى خير. Let's go. هو ما بقاش يدين الناس وما بقاش يقول الناس البطالين وما بقاش يقول الناس ما هم مستحقين نو هو ما عادش يسنى خير. هللويا. انت في حياتك انت كمان تسنى خير. Let's go. انت كده تابع ليسوع المسيح. انت حافظ ربنا في الحياه بتاعك. هللويا. عشان كده الاله بتاعنا عظيم جدا. ما في اله ثاني زي. ما في. تحفظ وصايا بتاعك. أقرأ مزمور 119 أقول لك ألف باء وشنو كده لحد النهاية بتاعة المرور لأن حفظ عشان تحفظ أقول لك وصار كده عشان تحفظ عشان تقدر تحفظ كلمة الله. كلمة الله ما لها حفظ إحنا ما بنحفظ زي ما قاعدين المسلمين بيحفظ القرآن. إحنا بنحفظه عشان تحفظ أنت بتحفظ البيت. هللويا. عشان تتغير. Praise God. حفظ كلمة الله.
نور سبيلك نور سبيلك خليك بتاعك خليك ماشي فورا كما في نور بتاع المسيح انت ما حتشوف كويس انت حتمشي وتدوق نفسك كده 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 لما ربنا يسوع المسيح قال مع الزول الملولو كده انت ما متلولو المستقيم ما هيكون مستقيم بس قلب واحد انسان واحد
عشان من شفا من اجل ساوث السودان من اجل السودان من اجل ناس التعبانين من اجل ناس حتى في امريكا هنا محتاجين لربنا في الحياه بتاعهم امين سو وجود هنا وجود بتاعك هنا ما تشيله بس حاجه صغيره ما قال بس انت قمت من بيت سكت عربيه وفكرت ان تجي في كنيسه الليله نو ربنا قاعد يحركك لانه هو داري يعمل من خلال بتاعك شيء معين امين فتره ده خلينا نجي فوق لان الزمن بتاعنا ماشي ماشي نسبح ربنا عشان ما نستقبل خادم الرب عمان زمن بتاعه كمان بسيط معنا هنا انما دارين يمشي من غير ما يدينا كلام المبارك ربنا خدام Yeah.
somebody. Hallelujah. There is something that I want to show us here. Amen, 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 amen. God is good all the time. Amen. I don't know if you didn't feel me, Talena. That one I'm on Moses of it all. Amen. Amen. I put body. I was checking my messages. One of the good messages I put Ahmed Lado. Ahmed Lado can look at the big deal. Galeahi, Kesis, Aman, I don't want to go to the room with Amanda. Look at all I had. Praise God. We have been waiting. We have been waiting. Couple of promises. لكن خالد ترى ما ترى وشكون شيلنا ما نقدر نسميه كل ولاية يعني أنا من هذه سبعة لرما نسوي بس إيه وما دام ترى ما أنا جت أسرة أنا لما نشوف بس سمان أنا بنعرف يسوع نقول أنا بنعرف يسوع حي أنا بنعرف إن أنا رجع في ربنا الرجل له خلفية سمين جدا خلفية مبارك وفعلا خدمة بتاعه في وصل بتعيال بتاعه هنا في نبراسكا في أمريكا أنا شفناه وربنا شاف كلام ده واخوي الكبير جسي سمان ابليس ما بيعمل فريه في امريكا ابليس ما بيقدر ليه ولا لوس بتاع ديفل ماي تراي بس ديفل يولس فيه اند ذاتس واي يو سي اتاك فروم ليفت رايت فور هاد تخاني انا ابليس ما ده خير ما تراوح اللي يشوف انت نور للعالم وملئ للاكت ذا سيتي سيد توك اوف يو تو بي هنا بعدين في لينكن فعلا Pandemic, Corona, Mashi, where Bliss Howard is in Amun Kerisi, Okuna Bukaran, like any Bliss comes up, praise God. Why did Nata Lata Rabba come for us? Amen. Rabba 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 Shiri Khalis, wa Gal Shunu, Fikita Peter John 14:23, Galaw of God and loving God. Allah is a good and loving God, praise God. Why is it possible for a holy God to love somebody like me? So, he said, Khat is that. إنسان واسخان زيادة ليه ربنا قال لي ديك بيجيب زول زيادة زول زيادة في حاجة كويسة كلام لي praise the Lord why should I a holy God send salvation and hope after way world of rebellions أنا هنا ناس مبردين دي حاجة ربنا لكن ربنا لسه رأس الكلمة بتقول لنا عشان اتلعنا من وسخة ناشي praise the Lord you see this is very important and that's why our God is a loving God Praise the Lord. Shout hallelujah. Amen. God is love. 1 John 4:8-16. Calvary is a perfect expression of God's love to you and me. Praise the Lord. Calvary is so much. Our God is a good God. Shout hallelujah. Amen. God is good to all his children. Praise God. God is good and he will provide for you and me in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Our God is a gracious God. Praise the Lord. God's grace is seen in your life and in your family's life. Our God is a merciful God to you. That's our God. He's a merciful God to you. I don't know what's the word. It's our God. It's our God. It'll be cursed. I can't go to Ramana. Praise the Lord. Hallelujah, somebody. You see, 2 weeks ago, I took to California, and I was going to the parking lot of Walmart. California. I didn't even get a chance to do that yet. But you're doing it. That is something that God is working. God is working. Our God is a kind God, yes. A compassionate God. Hallelujah. Yes. He's very compassionate to you and me sitting here today. فأنا بشكر ربنا وبدون بتاعي لما مدام علينا في وسط بتاعنا فعلا ده موجزة ربنا عشان يكون عشان تكلم كلمة ربنا في مسألة بعدين ده من اللي صار يقول صو أنا درس ربنا من جل أخوي أبراهام بتقول اسمه اللي بيلي بريز جون أتقول زون في بيلي أنا نويا أبراهام رجل بارك على ما حد اللي كنا فين وخمسة أنا اللي جيت ولا صغير اسمه كان صغير هذا بيجي عادي غير كده هو ما عنده عربية ولا هندو كتر بيجي بعجلة بريز جون لكن بعجلة اللي حصل في حياته مليار بكلمة ربنا أبراهام مليار بكلمة ربنا even that time he was more strong than me spiritually لأنه جاب مصر ولد ممتلي ربنا وكان كلمة ربنا في خشمه زي سيف سيف زو هدين برايز الله فربنا سألنا وكتير في نوز أخوان في نوفا بتاع من الخدمة هنا فأنا بذكر كان لحظة زريف عندنا معه وبيجي معاجي لبيتهم شوية تحين وبيجي نو جريز بيجي شوما السماء وأنا رحت من أطلاق الجديد وبيجي وأنا أكون قاعد جوا في بيسنا وبيجي معي لما تاو دري يالو بيتها
هو ايه هو بيدوك شباك كك 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 انا بفتح شباك انا بقى عندي امره اخبره يا خليل انا بقى عامل نايم انا بقى عامل نايم هو ما بمشي هو بيدوك شباك انا بقى بفتح وبعدين انا بنيجي نعلم كتاب وبعد بريس جود هيز لايك ماي يانج براذر When I went to army, I encouraged him and said, I'm going to buy for Jay Shukira. He said, okay, we are here, right? I'm going to go to the house, praise God. Roger Mubarak, who was going for Omaha, I'm going to go to the house. He said, yeah, here, he's selling one, so I'm going to go to the house. I'm going to go. You will be great in the name of Jesus. Amen. I know the devil will see the joy, praise God. أبغي كده مرة وانا في سفر من السوام زي كده نقول فوق مبارك شو سامر خرب كرب مبارك هذا برا برا مبارك زي سماع سليم عجلو شرما كده سامر في مصر سيف ده كلمة ترى ولا مريض لما يرجع فارق برس قوة والعالم بيسمع المنبر هنا منبر يسوع اللينك اللي براسك وحياة ترى ببارو قلوب المكسور كويس عيان بيمشي برا واجا بيمشي برا دمو ربنا برا بيمسح أنا من السلي كلمة ربنا برا يحصل حياته ماشي بارين على المصر ربنا مبارك في سنتنا ربنا يسوع المسيح ربنا ربنا يصلي من أجل الكويس بتاعك من أجل الموجزة بتاعك اللي حصل علينا في الكنيسة ربنا فرد تقرر دي بأخوان بتاعنا من بعيد عشان يشارك معنا كلمة ربنا سوى خاص جزيزة ما ربنا عم بتاعه ربنا نشكر من الحياة بتاعه الكميت من الكشف بتاعه عم لك إتاه ربنا ربنا شكرا تاعه قد عمل كويس في الحياة بتاعه ربنا أنت بكمل خفيف يخلف سليم بتاعك ربنا زي هو جاي يكلم كلمة بتاعك ربنا أديه قوة من عندك أديه حكمة من عندك هديو كلمة من عندك ربنا كلمة من فوق كلمة عنده مش خاص كلمة بكون سيف اللي بيقلب ما بيرجع ساكت بيحبس قلوب بيغير حياة قلوب الحجرية لقلوب اللحمية ربنا شكرا يسوع الآن ترى ربنا فعلا فقط عيال في زمن ده في جيل ده استخدمنا ربنا كعينان دي في المجلس ما عشان نكون نور للعالم وملء للأرض نفوس يجي من بعيد بقلب الكعب بشخصية الكعب عشان نغير ونكون عيال بتاعها نكون عينان للمجلس ما ربنا شكرا ربنا جيل بتاعنا جيل تعبان لكن ربنا اجاله قوه عشان غير او ده ربنا غير او ده بتاعنا زي غيرت اللي يرقص في اسرائيل في مصر طلعنا ربنا من عرق عبوديه ربنا الشيطان دخلنا في ابواب بتاعنا ربنا شكرا يسوع مجيل الاسر بتاعنا فعلا انت بتستخدمه في بلدنا ربنا جينا هنا كمشنرز بتاع جينا هنا كمرسلين بتاع ربنا ما جينا هنا لفو سبايبر قال قبل ما الكل بتاع اول ما بيرحي والباقي تيم لكم ربنا شكرا يسوع انا قدر الملكوت بتاع اول وبر بتاع بعدين الباقي يتم لنا ربنا شكرا انت ربنا عمل كويس وانت مكمل قلت لك جبت هذا الشعب لنفسي اللي عايز تسبيح ربنا شكرا من اليوم ده يوم بركه يوم عظيم this day will be remembered thank you jesus in jesus name we pray amen للصبر اللي ربنا يسوع المسيح خليك ترى ربنا جاي اذا سمعت اللي جينا كلمه اللي كتبها ربنا هللويا صبر يا صبر كل ده عليك آمين. لو في حاجة واحد بيخلينا نجيب قدامكم هي نعمة الرب. آمين. ليس موسى ولا إيليا ولكن نريد أن نرى يسوع. آمين. ويسوع وحده. آمين. مبارك اسم الرب. امتياز إنه اليوم نكون معاكم. وأنا بؤمن إنه ما في حاجة اسمه صدفة. There's no صدفة accident كده ساكت احنا لمينا مع بعض كذا مرة بيحصل بمشي على نبراسكا كله نبراسكا على أومها على فكرة في تحيات من أومها من أخوي ويليام خادم الرب بيسلم عليكم الكنيسة هنا وأخوي أحمد كمان برضه هو بيعتذر ما قدر يكون معانا اليوم المرة اللي فاتت لقيت مع أخوي أبرام كمان كان لسه جاي من ميشيغان مبسوط ان اشوفك مره ثانيه اخوي الرب يباركك ومبسوط اشوفكم كلكم امين يبارككم الرب عندنا زمن بسيط ما في مشكله لان في اجتماع ثاني كمان في دعوه ليه فالمره دي بيكون فتح خشم حاجه كده شويه لكن بعدين الحاجه الثانيه بتقول لي قدام هللويا يعني دي مره ثانيه بيكون وقت اطول وبنقدر نشارك معاكم للاجتماع لغايه النهايه هللويا هللويا ما احلى يسوع هللويا معناه سبح الرب امين واختي جبالك شاركت انه عن الحمد للرب والشكر والتسبيح عندنا كل حاجه ولسه قاعدين نزمل وننجنج صح ولا ما صح؟ صح الحاجات الكثيره اللي عندنا ليها دي في ناس ثانيه ما عندهم ولا واحد منها لكن بنلقاهم ان هم بيشكروا الرب فعلا من كل القلب
رب يساعدنا عشان ما يكون في تذمر في حياتنا، لأن التذمر ما بيحل المشكلة. شعب قديما ربنا طلعه بيد قوية من مصر، أرض بتاع العبودية، عبيد. بيقول عن فرعون مرر حياتهم بعبودية قاسية، في الطين في اللبن شغالين عشان بس ان يشتغلوا ويتجلدوا، يدوبك يدوا لهم حاجة معينة. لما راجع ربنا طلعهم بقوة وبيد عظيمة وشافوا المعجزة والبحر اتشق قدامهم وطلعهم برا، والناس اللي المفروض ان يكونوا جايين بلحقنهم كمان ربنا خلاهم يصلوا لغاية في نص البحر وطبق عليهم المويه وانتهوا. قال لهم ما بتشوفوا المصريين، بيتكلم عن الشعب القديم بتاع فرعون اللي اساء لشعب الله جدا. وده رمز لابليس اللي بيلاحق المؤمنين، لكن كل ما احنا رافعين عيوننا وموثقين في الهنا الحي ان ابليس قدامنا بيضعف. تقول معي امين؟ امين امين. ما في ايه في الكتاب المقدس بيقول لنا احنا نهرب من ابليس؟ أهرب من الشهوات الشبابية، أهرب من الزنا، أهرب من محبة المال، أهرب من عبادة الأوثان، أهرب من الفساد الذي في العالم، أهرب من النجاسة. لكن لما يجي في موضوع إبليس بيقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. هللويا هللويا. يا جماعة كمؤمنين ما يعني إبليس مرات بيعمل معانا كده نوع من الحرب بتاعته، إن يقول لنا أنتوا ولا أي حاجة، ولا بنلاقي فرصة فينا. انت مؤمن؟ انت مؤمنة؟ انت بتعمل كده؟ انت مؤمن؟ ربنا ما شغل بيك ذاته، ربنا ما جايب لك خبر، اهو ظروفك ماشية كده، بيراد بتاعك ذاته لسه ما بيتسدد، لسه قاعد يجينا بحاجات بأمور احنا نصدق الحاجات دي ويصير لنا احنا ناس ضعفاء احنا ما قادرين. وده اللي حصل لما نحمي جايبني في السور، جو سنبلط وجشم والجماعة دي اللي ارسلهم ابليس جنود بتاع ابليس بدوا يعني يهمش، بدوا يستصغروا فيه، بيقول لهم انتوا ضعفاء، انتوا تقدروا تعملوا شنو انتوا؟ ده فكر بتاع ابليس. صح. الناس اللي معانا في اللايف مرحب بكم. شكرا. انا شايف في فرع عظيم في ثلاثه، في اخوي هنا في 10 15 حياتنا. تخش على فرع عظيم. بريز جاد. يعني كويس انه معناها في ناس كثير بيتابعوا، يمكن يكونوا في ولايات مختلفه. مختلفه. لكن لو انت قريب وما قاعد تمشي لكنيسه ثاني في الوقت ده بتحضر، بيقول لك في مكان ليك هنا، ولا عايز اقول لك لا 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 اشكر رب ما تصح، يقول لا 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 الناس ما يجوا، لانه لو جوا بيبقوا عيانين بالكورونا. ناس كثيره ما بيحب يجي للكنيسه لانه ممكن يبقى عيان، وده فكر بتاع ابليس. ما تمشي كنيسه يديك افكار اوهام لانه انت هناك بتبقى عيان، لكن الزول ده ذاته يمشي لوالله. والسكس فيت وما سكس فيت ده هناك ما موجود، ده كله في كاشير وده يخش عشان تاني يخلص سريع. صح كده ولا ما كده؟ كده. الناس اللي بتعبونك الله ما تخلي ابليس يخدعك. امين. ما تخلي ابليس يغشك. امين. لما تجي هنا في سلام، لما تجي هنا في راحه، لما تجي هنا في كلمه الله، لما تجي هنا في تسبيح، لما تجي هنا في ناس بتصلي من اجلك. يا شباب ما تصدق كلام ابليس. انا دايما بدي المثل ده لانه بعيشه كل شهر تقريبا، زي ما قلت انا بسافر بكره يوم الاثنين، انا مسافر لولايه بتاعت اريزونا الثاني، ناس توصل قال تعال فنمشي بنعمه الرب. انا محتاج لصلاه. انا بقول كده انه كل مره بركب فيها الطياره تسمع في صاله كبيره يقول لك 6 فيت بتاع ده ومش عارف وبتاعه كمامات. اول ما نخش في اللاين بس ماشيين للطياره ما في حاجه اسمها 6 فيت، صدقوني ما في حاجه اسمها 6 فيت، الناس كله قريب لبعض، ده يخش يمشي. وثاني حاجه جوا في الطياره ده لو في 6 فيت الطياره اللي بتشيل 200 دي مثلا بتشيلها يا دوبك 40 ولا واحد مظبوط، الطياره مليانه تماما. في حاجه اسمها كتف لكتف، تعمل ايدك كده انت بتضرب الزول جنبك. ناس بيسافر بالطيارة وناس موجودين في زحمات معينة، لكن لما يجي وقت بتاع عبادة، وقت بتاع تسبيح، وقت بتاع مؤمنين، يا جماعة ما نخلي بالنا، ما ده شغل بتاع إبليس. صح صح صح. في الكنيسة أنت ما حتبقى عيان، لأنه هيصلي من أجلك. مين. أنا داير أتكلم كثير عشان أتفاهم، بس ده أنا مقدمة لسه، أنا ما هبشت الحاجات اللي أنا ماشيين نشارك في كلمة الله. أنا عندي قناعة وعندي إيمان. أنا لسه ماشي بحضر حاجة كده بعدين. أنا أشارك معاكم عن الحاجة اللي بيشوفوها بعد شوية، بس ما تنسوا تذكروني بس نختم به. داود. هللويا. آمين.
أول حاجة أنا كل مرة بكون في البيت ولا في سفر ولا حاجة بشوف طوال الشعار بتاعكم ده وبشوف أخوي بيكون قاعد هنا ومجموعة بتاع ترنيم، لكن الليلة أنا هو بيجد في وسطكم موجود. هاللويا ده الصلاة بتاعي إنه أنا بزور المؤمنين وكنائس في كل ولاية موجودة في أمريكا، وكمان رب يطلعنا كمان نطلع برا للسودان ولأماكن تانية عشان كمان تصلوا من أجلي. كنت بقول شنو؟ هللويا. أنا عندي إيمان. إيمان. وعندي قناعة. أشكر ربي يسوع. إنه كورونا ما بيجيني. ليه أنت؟ هللويا. محصن يعني أحسن من الناس؟ لا لا لا، عندي إيمان. إيمان. أنا كورونا ما بيجيني. لكن برضو أنا بقول كورونا ممكن يجيني. مرض. بابا زي في أي مكان. Yes. وعندي إيمان لو كورونا جاني أنا بصلي ربنا بيشفيني. آمين. هللويا. أشكرك يا رب. أنا بكلم ناس مؤمنين يعرفوا الرب يسوع، يرفضوا كل خوف من حياتهم وكل أوهام بتاع إبليس. وأنا ممكن يجيني كورونا وأصلي وربنا ما يشفيني وممكن أموت، لكن أنا عارف لو موت أنا حامشي وين. هللويا. ما خايف. أنا عندي إيمان إنه حياتي في المسيح مضمونة، إذا مت بكورونا ولا بأي حاجة إنه أنا حكون عنده. فبالتالي أنا قفلت أي مجال لإبليس يدخل خوف في حياتي بسبب هذا الوباء ولا بسبب أي حاجة تانية. أشكر ربي يسوع. هذا شجعك ما تخاف. آمين. الوقت اللي فوت أكون معاكم فيه والمرة اللي فاتت هنا أنا كان عندي نوع من النزلة، صورت فيديو برا عملت لايف في التلج، أنا أوري الناس التلج. ثاني يوم ضربني لك برد. أخي سميني قصص قاعدة تقول لي التلج والبرد وبتاع، هو جيت أخذت قلت لا نشكر رب. أيوة صحيح، لكن في رسالة كانت بوصلها للناس. بقيت عيان شديد، المفروض الوقت ده كان الأحد اللي بعدين أنا أكون معاكم هنا. نزلة. ما دام قال لي ده كورونا، قلت ها؟ أنا أقول كورونا. أوهام بتاعكم ناس بتاع الميديكال. أنا بقوم وأنا باكل وأنا بشرب حاجات سخنة وبتاع حاجات. كلام ده في شهر واحد، نهاية شهر واحد. قال ده كورونا، قلت له أنا ما كورونا. أنا مصلي كورونا ما بيجيني. آمين يا رب. أنا مشيت بعد ثلاث أيام مشيت عملت تحليل، قلت بس عمل تيست وطلع عندي شنو؟ كورونا. أنا صليت. الثلاث يوم أنا كنت بتحرك، اليوم الخامس أنا بقيت زي الفل، ما في أي حاجة. شكرا. كان يعني عبارة عن هبوط بس، كل مرة أنا داير أنوم داير أنوم. بالإضافة كنت بشرب نوع من الكركديه، قلت للحليب طلع إنه هو زاد زيادة كمان. بس في البيت 14 يوم كملته، لكن في الخامس يوم أنا كنت زي الفل وبشتغل لايفات تحت هناك في الجسم وخدمة ماشية. أنا ما مت وأنا مفروض زي ما قلت لكم مت، لأنه أنا عندي إيمان. فما نخلي يا جماعة يا مؤمنين حاجات تشوش علينا. الإعلام في أمور كثيرة منه فيها نوع من الكذب وتكبير وتحجيم الحاجات. فنصدق أي حاجة قلناها. نجيب اللي بنسمعه ده ونجيبه قدام الرب. كذب يذهب. حاجة فعلا حقيقية ناخذ حذرنا منها ننتبه نمسك فيها. لكن ما نسمع الكلام بتاع الكذب والكلام الساكت. تقول معي أمين؟ آمين. هللويا. 10 دقائق ده مقدمة كده ساكت. Yeah, that's good. That's good, brother. سبحوا الرب معي ولنعلي اسمه معنا، قريته في مزمور 34 وده هدف من وجودنا مع بعض سوا هنا. Amen. عظموا الرب، نعظم الرب معا. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. معا. هدف وجودنا مع بعض في الكنيسة لأن احنا محتاجين لبعضنا البعض. نشكر الرب. كل مرة بلاقي فرصة ويجي في موضوع الكنيسة وجسد الرب بتكلم في النقطة دي، احنا ما محتاجين قروش بعض، احنا ما محتاجين موبايلات بعض. بس على اخوي ما عندكم نت هنا، النت بتاعي ما بيشتغل تماما عشان المكان ده هنا يعتبر تحت شوية، ففي خرسانة ولا في حاجات، المهم ما شغال. قلت له يا اخي ممكن تديني شوية نت؟ فقام اداني الموبايل بتاعه. هللويا. عشان انا استخدمه في اللايف، لكن بعد ذلك جاب لي الواير ليس وجاب لي. احنا ما محتاجين حاجات بعض كده، بنكون طماعين. ايمان. احنا محتاجين بعضنا البعض. هللويا. ليه؟ لاننا جسد. يس. جسد، احنا اعضاء في هذا الجسد. يس. نشكرك.
فوجودنا مع بعض ككنيسة في غاية الأهمية كمؤمنين. ولو زول ما مؤمن لكن بيجي بيلاقي حضور الله، بيلاقي اهتمام الناس، بيلاقي محبة، بيلاقي حاجة جو مختلف، ربنا بيتعامل معه ونكون احنا وصلنا الرسالة لهذا الشخص إذا كان بحياتنا أو إذا كان بالكلام بتاعنا. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. مبارك اسم الرب. خلينا نفتح مع بعض في مزمور 118 ونختم بعد بالحاجة بتاعتنا دي. بنرحب بالناس اللي معانا في اللايف، في اخوي هنا معايا، اخوي جاسيس معليس، ومعانا فرع عظيم كمان. احنا بنقول اخبار الساره ونقول لكم ان شعب الرب مجتمعين، واذا الرب قال اجتمع اثنان او ثلاثه انا موجود في الوسط. هللويا. حتى لو انت في البيت تجتمع، ما عندك وسيله تمشي اي مكان، ربنا هناك موجود معاك وربنا بيسمعك، لكن بنشجعك كمان انك تشوف جماعه مؤمنين وتكون معاهم عشان تعبد الرب وتسبح اسمه. هللويا. مزمور 118 وحقرا ايه واحده وبعد ذلك دار عندي فرصة لأمل وبعدها بنكون خلاصنا معاكم. لأن في الجزء الثاني ده هي مهمة كمان شوية، مهمة كثير مش شوية، مهمة كثير في الموضوع الجاي. مزمور 118 وآية 17. لكن قبل كده شكرا أخت ميري، تكلمت عن موضوع الكلمة. مؤمنين من غير كلمة الله زي الجندي من غير سلاح. صحيح. او زول من غير اكل. الجسم بتاعنا عايز ياكل. وقريت في التجربه، او واحد قرا في التجربه، واختي جريس، لما المسيح جرب في الجزء الاول قال له انه قل لهذه الحجاره ان تصير خبز، وراه حجر قدامه ولا حجاره. والرب يسوع جاوب إجابة موجودة في سفر التثنية من كلمة الله، لأنه عارف كلمة الله، فقال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، من فم الرب. زي ما جسمنا محتاج لأكل طعام غذاء جسدي، كمان أرواحنا، لأنه إحنا ما جسد بس، إحنا جسد نفس وروح، فأرواحنا محتاجة للغذاء لكلمة الله. إذا أنا براي وقتي في البيت، وإذا أنا بجي مع المؤمنين كمان إنه أنا بسمع كلمة الله. فوجودنا مع بعض قسيس مهم جدا. والكنيسة ما فكرة بتاعت إنسان. الكنيسة مؤسسة، هو أسسها الرب يسوع المسيح. جسد هو الرأس ونحن الأعضاء الجسد. أختم معكم بالمزمور 118 والآية 17. المزمور جميل كله، ما حنقرأه دلوقت كله، لكن حنقرأ الآية اللي احنا عايزيننا. مزمور 118 والآية 17. لا أموت لأن إبليس عايزنا نموت، صح؟ ولأن السارق لا يأتي إلا ليسرق، يسرق ويسبح ويهلك. يحلك ده هدفه. إبليس ما بدي حياة، صح؟ حياة في ليسوع، حياة في ليسوع، شيطان مالو هيا هيا في ليسوع. إذا ما كان دورنا. هللويا. جاهزين. أنا شايف. حبيب الرب. صحيح فعلا يا جماعة، إبليس ما بدي حياة. هللويا. إبليس عايز ينسى الحياة، هو ما عنده سلطان مطلق. لكن بيأثر. لو أنا وأنت ما انتبهنا بنكون ميتين، لو ما متنا جسديا عايشين لكن بنموت روحيا. عشان كده في مزمور 118 في آية 17 قال لا أموت. ناخده موت روحي لا أموت، ويتكلم على موت جسدي. أنا ما داير أموت، لأنه ربنا أداني وقت أعيش فيه. عشان كده بنقول يا جماعة، الناس اللي حسوا نفسهم إنه يئسوا من الحياة والدنيا مكفولة ويمشوا يحاولوا يتخلصوا، ده فكر بتاع إبليس. خلي بالك، وخلي بالك ما تنهي حياتك، وبصفة خاصة كمان لو أنت ما عرفت يسوع كمخلص شخصي. لو انت بتعرف يسوع، في امل وفي رجاء لحياتك، وفي خدمه وفي حياه مختلفه، حياه افضل. ولو انت ما بتعرف يسوع انه الرب بيحبك، ما عايزك انك انت تنهي حياتك بالطريقه دي. انت ما اديت حياه لنفسك، دي ربنا اداك الحياه دي، فشوف كيف تستغلها. ممكن تحتاج
انك انت تتقابل مع ناس يساعدوك تطلع من هذه المشكله وهذه المصيبه حتى ما تنهي حياتك. لا اموت لا اموت. لو في زول بيسمعنا دلوقتي ومفكر انه يموت من فضلك اسمع كلمه الله وقول لا اموت بل احيا. احنا موجودين عشان نحيا لكن المفروض نحيا حياه مختلفه. امين. لا اموت بل احيا. احيا كده ساكت سامبلا احيا كده ساكت على مزاجي ولا احيا كده لحياتي؟ لا كمل بالبدايه واحدث دم كم شديد. لا اموت بل احيا واحدث باعمال باعمال الرب. شهر 9/2019 في اول الشهر كان في مؤتمر ومشين ربنا اداني حلم بيقول لي رسالتك لسه ما انتهت. واو هللويا لسه عندك رساله. Praise God. رسالتك لسه ما انتهت لسه عندك رساله. اشكرك بس انا بعتقد ما بس الكلام ده خاص يمكن ربنا قالوا لي عشان تشجيع معين وانا مع الشغل وما عندي وقت للخدمه وما عندي وقت. ربنا كان بيشجع فيني لكن كمان ربنا بيشجعك انه رسالتك ما انتهت. مان عندك رساله ربنا عنده رساله عنده شغل بيك. رسالتك ما انتهت لسه عندك رساله. بعديها بايام حصل الحادث وانا طالع في الشجر. مدام بدي يكون معانت معي الفترة دي ربنا كويس. يس ربنا كويس ربنا كويس. لولا نعمة الرب زي ما قلت انت عاد شفني انا ما كان بقدر امشي. صح صح. كان في كرسي متحرك. انا طلعت في الشجرة انا بحاول اعمل في البيت يعني شغل بايدي البيت بتاعنا ف تعمل حاجة للبيت بتاعك. ظبطت الارضية في الصيف عملت بولات تمام ناشف وقوي وبيتحمل تجاراتي هو جاب لي حاجاتي لكن اشكر ربي. انا طلعت كده سلم في الشجره. God is good. سلم ثابت اكدت انه سلم ثابت تمام وانا شايل منشار بيدي الشمال منشار كهربائي وانا طلعت فوق. زي في مضمون يعني. ها؟ زي مضمون وكده. 100% ما في اي شك فعلا. وسلم ثابت سلم ما وقع. وانا طلعت فوق وكان بس خطوة واحدة. أنت عارف مرات كثيرة أنت ما بتعرف شنو ماشي يحصل بعد ثواني. صح صح. You never know. You never know. Yes. مدام كان جوا في المطبخ بيعمل سمك عشان يجهز سمك. وبعد السمك كنا نعمل زيارة. سمك ده لغاية الليلة أنا ما شفته. زيارة معروف لكن الزياره بعد سنه عملنا زياره. امين يا رب. هللويا. باي. بريس جود. اي كان في المطبخ بيجي السمك وانا بشتغل كنت بس اخلص الفرده. اي اقطع الفرده على طول وانزل البس. اي وبعد اشوف سمك وزياره وزياره. هللويا. That is good. Yes. Hallelujah. انا خلاص بس بعمل خطوه عايز امسك في فرع هنا وعشان استعدل وامسك بعدل الوضع. انا في فرع هنا ماشي للجيران ده للنقطه انا مسكت فيه كويس وطالع شنو لفوق خطوه عايز اطلع بس خطوه فيه وعند انا محمل كله يدينا ساكت ماسك في الهواء ماسك المنشار كويس واليد الثانيه ماسك الفرع ده. بس اول ما انا رفعت نفسي كده كسر الفرع ده اتكسر. أنا ما كنت عارف. أدري لقيت نفسي وين؟ في الأرض. ارتفاع 15 قدم تقريباً. والأرض صلبة، بلاط قوي شديد. أنا صرخت الصرخة الأولى يسوع يسوع وبعدين صرخت يا أمل. عشان هي كانت قريبة في المطبخ. جيران طلبوا الإسعاف وأمل جاء طالعة وبعدين أخذوني ومن هناك أنا كنت عاجز. كل حاجه كل رجل ماشي براو ما ده كله مكسر ورا وقدام في الحوض وفي الظهر ظهر تحت خالص وظهر كمان في النص دي اكتشفوها مؤخرا يعني انا لوز. باختصار والناس طبعا الوقت ده كله مع عمل انه الحاله بتاعتي دي يا زول بيموت بيكون مشلول تماما يعيش كل الحياه او بيموت. صحيح انا كنت مشلول لفتره بتاعت 5 شهور ولا 4 شهور كرسي متحرك الاول على ظهري ما في اي حركه تماما
لكن وقت كله كان قلبي مرفوع للرب مع الألم الشديد جدا. شكرا لكل الناس اللي كانوا بيصلوا من أجلي. شكرا للمدام اللي وقفت فعلا وقفة قوية جدا. كنت معتمد عليها تماما في كل حاجة. زول عاجز تماما الفترة دي. لكن نشكر الرب إنه الفترة عدت والأزمة انتهت. وأنا ما مت. هللويا. Praise the Lord. لا أموت بل أحيا. هللويا. لا أموت. ولما إبليس كان يجيب أفكار أنت خلال حياتك انتهت، أنت خلال تستمر كده، كان بستخدم كلمة الله أنت كذاب. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. أنا أعيش للرب وأحيا للرب وأخدم الرب. ربنا علمني درس من الفرع اللي أنا مسكت فيه. أمل قلت لي الفرع ده كان مسوس من جوا، سوس هش، شكله منظره من برا سامح جميل، مسوس من جوا لكن جوا منتهي. انت بتثق في شنو وفي منو؟ ممكن اشخاص، ممكن حاجات منظرها جميل تثق فيها، لكن هي اللي ممكن تجيبك تحت. انا كان وضعت صيغتي في الغصن ده عشان يمسكني، لكن طلع الغصن ما قدر بالصغر، ما قدر المسؤوليه. لكن في واحد اسمه يسوع المسيح لو وضعت صيغتك فيه هو ما بيتكسر. هللويا. هو ثابت. هللويا. عندي شعر أبيض لسه شباب. بعده شعر أبيض. لكن بيقول في سفر القضاء هو في سفر الرؤيا هو القاضي قديم الأيام، لكن لسه بقوته يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. هللويا. ربنا اداني حياة جديدة، اداني فرصة جديدة، وهو ما سابني حتى لما أضعف هو بيقويني. أشكرك يسوع. أنا مبسوط إنه أكون معكم في الدقائق دي. أنا كنت أتمنى أكمل معكم لكن حنضطر إن نمشي كمان في خدمة تانية، لكن ده وعد. أشكرك. أنا بكرة مسافر وفي سفريات تانية محتاجة صلواتكم، لكن الرب يرتب نكون معكم مرة تانية. ومشجع الناس اللي قاعدين في البيوت كويس تتابعونا وتتابعوا الكنيسة والخدمة هنا من خلال اللايف، لكن ويلكم، بنرحب بكم في كراسي وفي مكان ليك وليك. من فضلك تعال. آمين. سبح الرب واعبد الرب عشان تعيش للرب وتخدم الرب. امين يا رب. هو امس واليوم والابد. لا اموت بل احيا وارفض كل كذب بتاع ابليس. احنا نحيا بقوه الله ونحمل حضور الله للناس الثانيه. نحمل حضور الله، نحمل النور. قلت انا نور ولا نور عالم؟ نحن نور العالم. انت وانتي وانا نحن نور العالم. المسيح قال كده، انتم نور العالم. ما نخلي النور ده يكون تحت. امان. انتم ملح، لازم فوق. انتم ملح الارض. لو الملح فقد الملوحه بتاعته بيطرح ويداس من الناس خارجا. خلي الملح بتاعك يكون جيد. تفضل قسيس. كبير، لكن خادم الرب حكمة ربنا داو قدر يخطو لنا بطريقة بسيطة. نعم. And by the way you're so funny man of God. You're really funny. صحيح. يعني أنا متأكد إنه بنا في تاكا نضحك عايزة. يعني ده حاجة كبيرة. Most of us الناس اللي اشتغلوا في المستشفيات هنا بنشوف دول لما الهيبس بتاعه يكسر ده حاجة كبيرة. العلاج بتاعه صعب شديد زي ما خادم الرب قال. لكن بنشكر ربنا إله بتاع معجزات قالوا بالرمي بلا عصام يحيى العصام. امين. ده عمل في الحياه بتاعه. نادي صفقه لربنا يسوع المسيح. تاني طبعا القديس نبيل عمل في الحياه بتاعنا. احنا دايرين قسيس قبل قسيس عمان قبل ما يمشي من هنا دايرين نشوف فعلا ربنا عمل في الحياه بتاعنا. دايرين كان في زول عنده طلبه بتاع الصلاه نجيبه مع بعض عشان هو يقدر يصلي. احنا دايرين ننتهز فرصه الايمان ما يمشي هنا بلاس ده كله كريكو في محل. امين. And before that, I want to give chance to Madam Fadali. First, we learn that you have to learn us more. Amen. I mean, I think I'm going to go to the house.
امين يس حتى في رمضان يس امين شكرا انا ما تمشي انا من جبال مصطفى لانه نصلي المدام ده امين هي من جبال بيقول انه زول رجله ما في جزمه ما بيشعر بالزول فهي ما تلاقي زول اثنين امين واحنا كجسد خلينا نجي نصلي لها هللويا دقيقه واحده امين امين احنا معاكي بنروح كلنا وزي احنا صح ده ما كان ابونا احنا ما اخونا احنا لكن انت جسد بتاعي امين ورب هو البنت التعزيه يا رب اشكرك من اجل اختي تصلي لي يا رب بارك في الباقيه امين يسوع ان يا رب شي تعزيه من فوق يا رب هللويا انت تاب الانوار انت ابو التعزيه انت ابو السلام تدي أهمنا في قلبها يا رب تشارك آخرين يا رب وناس كثيرة يا رب مرين بالظروف الظروف اللي هي مرت بها والألم اللي مرت بها هي كمان تساعد ناس وصلت من الجناس لأنه هي حست بالألم وناس من اللي انت بترفع كل ألم شكرك من أجلها وشكرك لأنه فعلا أنه هي عملت اختبار أنه مررتها بالظروف دي لكن انت كنت معاها لغاية ما مشت هنا اختبار وقفت معاه ورجعت يس امين 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 انا مبسوطه انه اكون معاكم شكرا من اجل الكنيسه وشكرا وجودنا مع بعض زي ما قال قسيس امانه وراجيه معنا الكنيسه هنا ده صح في امراض في اوبئه الكتاب المقدس ما بينكر الحاجات دي الحاجات دي موجوده في زلازل في اوبئه في مصايب في امور كثيره لكن وين الامان وين السلام نلقى وين الرب يسوع الرب يسوع هو ممكن نلقى في بيوتنا ويسوع معانا امين لكن برضه وين في الكنيسه الكنيسه دي وين الكنيسه دي بيت ربنا ده وجود وحضور ربنا صح حضور ربنا في كل مكان ممكن نصلي في البيت في حضور تاع ربنا نصلي في الشارع في حضور تاع ربنا لانه نلقى في يسوع في والامان له لكن لما يفقد السلام لما يكون في عدم امان في عدم خوف تعال الكنيسه الكنيسه فيها السلام لانه فيها حضور الله احنا مع بعض كجسد الرب احنا بنقوي بعض امين بندي قوة بعض بنشجع بعض أشكر الله يسوع في حاجة ثانية أنا عايزة أشجعكم فيها يمكن على قلبي من الصباح الرب حاسبي بحب فيها اللي هو في صورتين في إحنا كمؤمنين الصورة الأولى لما نجي أنا أشوف مثلا قسيس معلش من غير منه هو عنده ترنيم بيعزف عازف واعظ خادم بيعمل ده كله نجي فيها تقول يا خنا شو قسيس معلش ده ربنا مديه اي حاجه وانا ما مديني اي حاجه ده الكلام ده من ابليس طبعا ابليس بيحاول ينزل من قيمتنا حتى اذا بيقول لك فلان ده عنده وانت ما عندك لا ربنا مدي كل واحد موهبه هللويا لما كانت مريم قاعده على قدمي يسوع بتبكي او بتصلي قاعدة طول الوقت واختها هناك بتعمل شنو؟ المطبخ بتطبخ ده دور ده دور ده دور لكن اختها هناك شايفة مريم بتعمل شنو؟ ما بتعمل ولا يحب لكن مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها هللويا وانت كمان هناك يا مرسى عندك شغلك كل واحد عنده شغل فما تغير من قسيس معلش ولا تغير من قسيس جريس روز ولا تغير من روز ولا تغير من ماما مريم ولا تغير من ابراهيم ولا تغير من سمان ولا من اي زول انت عندك دور هللويا هللويا يمكن بتشارك في شغلك لناس ده عمل عظيم انت لما تعمل الحاجه زي ما قلت لما نفتخر نفتخر بمنو؟ بالرب هو ده هو افتخارنا هو الفخر بتاعنا لما انا عايز اعمل الحاجه للرب بعملها حتى اذا هي صغيره انا بعملها لمنو؟ للرب قال كل ما بتعمله اعمله للرب للرب اذا انا بشتغل انا بعمل رب اذا انا بمشي بشتغل مع الناس المسنين وانظف لهم
صحية وحاجة مزعجة مرات لكن أنا بعمل الحاجة برب. من قلب الرب. آمين. إذا تخدم في الكنيسة الرب صلي صلي للزول ده وانت بتمسحي فيه وصوري وانت بتحميه وتعمل له شاور انت بتديه الدواء صلي اشرب الدواء ده في اسم يسوع اسم تشفى ده عمل الرب ما اي وات ذا جلوري الثانيه المقلوبه الثانيه ممكن احنا ككنيسه بغير واقول فلان الصوره الثانيه بنقط هللويا اقول يا اخي انا ما قصيت معلش انا ما عارفه هناك المره فاتت كذب علي المره فاتت قال لي هو جاي في الميعاد وهو ما بيحفظ الميعاد ابتدي ابليس وانت جاي قاعد هنا عشان تحضر خدمه يشغل مخك يقول لك يا اخي الفلان اللي بتحضر فيه في الوعظة بتاعته والعمل وعظات في الكنيسة ده يا أخي هو ما هو وهو وهو بيبتدي كمان يصغر إبليس يصغر من بعضنا البعض من الحاجات اللي احنا بنعملها ده كله من عمل إبليس عشان يحطم نفوق أول شيء عايز يحطمك أنت ده قبل ما يحطم جسس معلش حيحطمك أنت ده ما حيخليك تسمع كلمات ربنا ما حيخليك تركز حرجع تاني إذا عايز تفتخر وإذا عايز تعمل أي حاجة اعمل الرب ركز على الرب امين ركز على الرب ما تركز على الدم اللي بيقول من هو اللي بيوعظ شنو ركز الرب هو بيعمل شنو برايس جو انسى الزول اللي بيعمل ده هو قاعد هناك بيرنم وقاعد هنا بيوعظ انسى هو منه شيل حتى يسوع نفسه قال اسمعوا كلامه وما تعملوا اعماله انا مش بقول انه الشخص ده يعني عايز انقذ من القصص لا بس الانسان اللي بيخدم الكلمه دي هو ضعيف صحيح. لكن هو الله برضو استأمن على كلمة ربنا فما تقعد تنقض عشان تنسى الأساس الأساس هو كلمة ربنا هللويا ركز افتخر على الرب اغضب الرب اشبع بالرب شيل المخاوف وشيل الشكوك اللي بيجيبها لك ابليس في راسك وامسك في الرب كل يوم حنجي يوم من الأيام الرب حيحاسبنا على كل خطوة ما حيقول لك فلان ده كان بيعمل حاجات وعسلك انت حيسأل انت عملت شنو محاسبين على كل حاجة والحاجة الثانية الأخيرة خليها هنا معانا ومع كل واحد بيسمع زي ما البيت قال أمان إنه المخاوف هي اللي بتنقض موجود أوبئة زي ما قلنا موجود زلازل موجود مجاعات موجود بلاد موجود حوادث موجود حاجات موجود افتقاد بيموتوا لنا ناس في بيوتنا موجودة لكن أكثر حاجة هي صعبة لما نبتدي أخاف. الخوف هو حيكبلنا وهو حيحطمنا وهو حيخلينا زي ما قال نموت في خطايانا ونموت في ألامنا لكن يقول لا أموت زي ما قال لا أموت أحيا وأخبر باسم الرب اتشجع هللويا وخلينا نتشجع مع بعض وما ندي مكان هللويا برايس جود الله بارك ابو مرقب الله بليس يو سو ماتش هللويا وات ا بليسنج وات ا بليس وورد بليس وورد ذس از امان او ماي جاد انت كنت تدس كله على وين يا شباب وي كان جست سي اول كلام كله بينقص العسل كلام كله مليان بالحكمه هللويا هللويا عشان كده احنا عرفنا انت جزء زمان من كده اللي قدام عشان كان دايره حضور يكون كتير قلت ماما انا عرفنا خلاص امين ربنا يباركك ربنا يباركك ربنا يرفعك ربنا يزيدك حكمه امين ده هنا دارين امهات واخوات في وسط بتاعنا يكون بطريقه ده امين احنا ماشيين نعمل عباده عشان زمن وقسيس امان ما مدام بتاعه ممكن يجي يصلي لو في زولي لو طلبه يا ريت في زمن بتاع عبادة ده زمن بخوت عطايا بتاعنا امين ما ميري دي طلبة امين الطلبة الاول احنا دارين انكم تصلوا قسيس امان ما مدام بتاعك صلوا من الكنيسه صلوا من الخدمه لانه فعلا زي ما احنا شايفين خدمه كان ماشي كويس لكن بكورونا ابليس حاول يخوض خوف سو صلي من اجل الكنيسه لانه سي ربنا خليه امان صلي من اجلي انا وقسيس معلش الاسره بتاعتي انه ربنا سي خليه يدينا لانه بقوه بتاعنا برانا ما بنقدر سو احنا محتاجين انه ربنا سي خليه يكون لنا السند امين وصلي من اجل اعضاء بتاع الكنيسه انا الكنيسه مش مال كله سو انا ما اعرف منال يا انا عندي طلبه خاصه صلي من اجل تعلمي اللي بتاعي
الصلاة وأنا الإيمان عندي محاربة شديد مع إبليس يعني بكون دار أصلي وبيجيني حاجة وأكون دار في الكتاب بكون بنعس فلا تحطوني في الصلاة في ربنا يقويني في الكلمة بتاعه وبطلوا كمان تصلوا من أجلي يعني بعد تهدي في مصر إن هي وقعت وراعي فكة تحطوها في الصلاة فربنا يبارك زوجي اسمه صغيال وعندي 3 أطفال 2 بنات وولد واحد دي أليزابيث وكندي وكارلو خطوه في الصلاة وكمان هم طلبوا كندي طلب مني ما بعرف إنتي ماشي الكنيسة خلوا يصلوا من الجريد بتاعي لأن الجريد بتاعي بيجي ضعيف كل اللي تسير صلوا من الجريد بتاعي آمين بتاعنا في وسط بتاعنا احنا سمينا حاجات كتير كل الاكل الكويس انت بتاكل لكن اكل البطاط انت بترميه سو انا دايرين تسلم الفاميلي بتاعي انا عندي اول بداية في اوغندا نيجو ان سرطان وقطع صدر بتاعه مرة سو انا دايرين تسلم الحاجات بتاعه لطلبات بتاعي صلى في الرنيمة بيقول نحن نعلن السلطان يسوع هو الأمس واليوم وإلى الأبد آمين تضرعاتنا وكل طلباتنا أمامك في اسم الرب يسوع
في اسم رب يسوع. انت اللي شافي، انت اللي تلمس، انت اللي تعزي. يا الهنا نعظم نشكرك من الكنيسة يا ربنا. الكنيسة ما مبنى، لكن المبنى يا رب مكان بنجتمع فيه يا ربنا كشعبك وجسدك. نصلي معك يا ربنا خادمك يا ربنا اخونا قسيس معليس، وصلي معك يا ربنا جريس زوجته، معك يا ربنا كل العائلة، صلي معك المسؤولية، معك الدعوة، معك يا ربنا عملك والرعايه يا سيدنا ربي. ده تحدي كبير يا ربنا، في حرب من ابليس يا ربنا، في تحديات كثيره، لكن انت يا رب اللي تمسك بيمينهم يا سيدنا ربي، انت اللي تقودهم، انت يا رب اللي تديهم حكمه يا سيدنا ربي في القياده يا سيدنا ربي، في التدبير يا الهنا الصالح. تظهر مواهب كمان في جسدك. نشكرك يا رب من الاعضاء، نشكرك من يا رب الخدام الموجودين يا رب حاليا، اللي ما قادرين يجوا ناس كثيره بسبب يا ربنا الوباء، بسبب الخوف. في اسم الرب يسوع انتهي الخوف من حياتك. شعبك يا سيدنا الرب يتشجع ويرفض كل خوف، ويأتي يا سيدنا الرب عشان يقدم عبادة وسجود يا ربنا لشخصك أيها السيد. نبارك اسمك يا رب. انت مددنا روح الفشل يا رب، لكن مددنا روح القوة يا رب والمحبة والنصر يا رب. ما في حاجة يا رب لا تحصر عليك يا رب، عشان كده روح دي نفسها اللي هي فيك يا رب هي فينا يا سيد. احنا اولادك يا رب، انت اديتنا يا رب ان نكون راسنا مرفوعه يا رب، نثق انك انت صالح يا رب الحياه يا سيد. نصلي لاجل كل طلبه يا رب، لاجل كل الم يا رب، ولاجل كل يا رب مرض يا رب ما في بيجيف قدامك يا رب. ما في مرض ولا سرطان يا رب، ولا كورونا يا رب، ولا وباء يا رب يقدر يجيب قدامنا، ولا على كنيستك يتلقوا عليه ابواب الجحيم. لن تقوى على كنيستك أبواب الجحيم، لن تقوى على كنيستك أبواب الجحيم، لن تقوى على كنيستك يا رب. كنيستك يا رب مرفوع على صخر الدهور، على صخر الدهور، ملك الملوك ورب الأرباب يا رب. مرفع كل شخص هنا يا رب، أولادهم، بيوتهم يا رب، حياتهم، أخواتهم يا رب، خدمتنا يا رب، الكنيسة دي يا رب، إنك أنت يا رب تملاها يا رب، مش بس عشان الناس ويا رب والعدد، لكن يا رب كثير يا رب ناس يا رب ويجوا ويلقوا شفاء يا رب فيها، ويلقوا خلاص فيها يا سيد. استخدم يا رب عبدك يا رب معليس يا رب وشريكة حياته يا رب كريس باسم الرب يسوع. عمل الروح القدس يا رب يكون فيهم يا رب ويقودهم يا رب، عمل حقيقي، قيادة حقيقية. الروح القدس يا رب يقودهم قيادة حقيقية يا رب، يشوفوا يا رب يسوع يا رب فيهم يا رب، كل شعبك يا رب يشوفوا يسوع فيهم يا رب، يكونوا يا رب رائحة طيب يا رب، رائحة طيب يا رب للكنيسة دي وللناس يا رب، وبركة للآخرين. قويهم يا رب ماديا يا رب، اديهم يا رب نعمة من عندك يا سيد، لأنه أنت ما في حاجة يا رب ما بتقدر عليها يا رب. يا رب إذا كان في أشغالهم يا رب، إذا كان في بيوتهم، في أولادهم، حماية، حماية في اسم رب يسوع لأولادهم يا رب، حماية لبيتهم، دم يسوع عليهم وعلى أعتاب بيوتهم في اسم رب يسوع يا رب. نصلي ولك كل المجد يا رب. نتابع صلاتك لكل طلبات يا رب انا موجوده، اختنا منال يا رب انا زوجها في اسم الرب يسوع وعياله. صلي معك الوالد يا رب كمان رجله، انك انت تديها قوه وتديها يا رب انا شفاء يا رب. وضع ابراهيم بين ايديك يا رب اخوي، اشكرك رتبني انه اقدر اشوفه اليوم كمان، تستخدم كل موهبه بمسحه يا رب من عندك يا سيدنا رب. صلي معك الولد يا رب الشاب ابن خالته يا رب انا، اللي نخته اللي كثرت يا رب انا رجله، واللي ضرب في في الخصيه في المنطقه الحساسه، انك انت تشفيه يا سيدنا رب. اذا كان في عمليه يا رب انا تتم يا رب انا بنجاح يا سيدنا رب، وتسد كمان كل احتياج الى احنا الصالح. نضع يا رب انا اختنا كمان روزي يا رب انا، ومامتها يا رب امها اللي مصابه بالسرطان يا رب انا في اوغندا يا رب، زيارة خاصة يا أختها يا سيدنا ربي، لمسة خاصة يا رب عندك. نضع كل مريض يا ربنا، كل في احتياج معين في اسم الرب يسوع، كله المحتاج لقوة يا رب أنت تزور يا ربنا وتقوي. نعدل احتياجنا إليك، نصلي يا أبانا في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. آمين. شكرا يا رب. شكرا. هللويا سلمى جاتايا ربنا مبارك نشكرك على عطايا تدلنا عليها يرقص مباركه في الكنيسه يا ربنا، لجي مويه واكل في الكنيسه بتاعك يا ربنا، بارو بيساعد ناس بارا هناك المحتاجين. شكرا شكرا وتقدس ما صار في اسم يسوع المسيح امين امين امين. Praise the Lord. Praise the Lord. You are up.
إذا سمعت أو بي هللويا أمين. يا سلام ربنا كثير كويس لبداية جميلة أخوي. أمين شكرا. كنيسة هاي تعالي سيدي المسؤول ربنا إن شاء الله أنا كمان. تمام.